بنوزع 10 نسخ من اللعبه الرهيبه هذه نوكات سيتي. كل عليك تسوي انك تحط لايك على الفيديو وتكتب اي شيء عجبك في الفيديو تشوفه في التعليقات. هلا والله فيكم، كيف حالكم؟ معاكم فهد الشيحة، ومعاي في الجروب يتكلمون معي محمد البسيمي. هلا والله شباب، حياكم الله. ونصيحة، لا حد يطلع من الفيديو عشان تكتشفون الادمان اللي طايح فيه اغلب الناس هاليومين. لعبة رهيبة مرة. طبعا معنا اخوي فهد البسيمي بعد داخل معنا من منزل الموقر. عشان ايش؟ يلا شباب ندخل الجيم الاول. يلا بسم الله، يلا يلا شيل عليها. طبعا فكرة اللعبة بسيطة جدا، في كورة نلقاها على الارض نشيلها نحاول نضرب فيها الفريق اللي ضدنا. كل واحد من اللاعبين عنده ضربتين يضربها قبل ما يعتبر انه يعني خلاص خسر، فلازم واحد ينتبه. وفي كره سبيشل، احيانا الكره تكون سبيشل زي الكره اللي معي، عباره عن قنبله اذا ما رميتها تنفجر. ضربت ابراهيم، انا انقذت اللي واحد من اخوياي، هذا واحد ثاني بعد اضرب جلدت اثنين. جامد اللعبه، فلازم دائما تكون عندك ردة فعل قوية، لأن أحيانا يرموا عليك الكورة وفتمسكها كذا فجأة إذا رموك عليها، فلازم تنتبه. وغير كذا تقدر إنك تضربه، أو واحد ضربني بالجو تقدر تضربه، يعني تهجم عليه بحيث إنه يطيح الكورة منه وتأخذها منه زي كذا. شوفه خلي يرمي عليه ذا، أرمي شكرا. قنبلة ذي بعد الله يستر، خذ هذا حبيبي. انفجر. كلا والله. فاللعبة مرة بسيطة وحلوة وجميلة، أي واحد يقدر يتعلمها بوقت قصير جدا. شكرا. رهيب في اللعبة. فكرة فيني. هذا عطيت واحد من وراه. اوكي. لازم تنتبه للي حولك، إذا ما انتبهت للي حولك ممكن تنضرب من وراء، ممكن تضرب من السماء. اللعبة فعلا تقدر تنقز فيها وتنزل زي الباراشوت، وهذا يساعدك إنك تضرب بعض اللاعبين يعني بشكل ممتاز. وايضا عشان تعرف اذا احد قاعد يضربك من ورا ولا قدام، لما يجي احد يحدد عليك يجي اطار على الشاشه. انا الحين ما احد حدد علي، فلما يجي الاطار هذا تشوف جهه الضربه من وين تجيك، فلازم تكون تنتبه مره. يعني هذا بيضربني مثلا، خذ الكوره يلا يا اخي، خلني خلي خويك يضربني، قاعد اعلم الناس. يلا ايوه اضرب، ما مدحني. طبعا يمدي احيانا، يعني اللعبه فكرتها رهيبه انه دائما انت تبحث عن الكوره عشان تضرب اللي ضدك، فاحيانا الكوره تكون معهم هم، فانت تكون في موقف دفاعي او تهرب، احيانا او تضرب على الارض، احيانا احيانا ما تلقى الكوره بس تلقى خويك يتحول الكوره وتضرب فيه الاعداء. هذه رهيبه مره. هذه في الميدان تكون في كوره خاصه زي هذه، كوره القنبله هذه، يا تكون معاك يا ضدك، لان هذه لازم ارميها الحين ولا تنفجر علي. شكرا. شوف كيف اخذت من الكوره الحين، لما تاخذ الكوره فلوك من هذا يا نشبه. لا والله والله كويس، لا تنكبني يا اخي، انا ما احب اشيل احد، لانك اذا شلت احد يعني فجاه يجيك. فزنا والله، جلدناهم جلد 10-10 جلد. هذا اول جيم نلعبه بعد، اول جيم. وشوف هذا دليل يعني على قد ايش اللعبه يعني مره سهله انك تدخل في جو، مره رهيبه صراحه، سريعة وتخلص بسرعة. هذا حلو فيه، يعني هذا الراوند الأول خلص، الحين خشينا الراوند الثاني. كورتي يا دمجر، أحد يصير كورة، محمد يصير كورة. يلا أصل لك، بجيك الحين مترويد. ها تعال دي الحين، وين خلينا ندورهم الحين. طبعا فهد شايلني، تخدمني كأداة، ما في أي تعبير لقيمتي الإنسانية. طب على الأقل أضرب فيني واحد أحس بقيمة شوي. شو هذا قاعد إبراهيم قاعد، يلا روح لمحمد، انزل انت. الحمد لله. بعد عني. هوبا. ضربته؟ كفو. دبل كيو. نايس. هذه كورة. كورة. لا مو انت كورة، لا تصير كورة، انت تكبني. اوكي. نايس قلتها. نايس. فجأة ابغى كورة لجيني، تفضل انا اصير لك كورة. شوف تعلموا الذل والإهانة. جلدنا ابراهيم. شوف اشكالنا، ما في اي تناسق. ما علينا من الثانيين، نعرف اسم العربي بس ابراهيم، الثاني ما ادري. اوخس يا دمجر ام في بي، كفو. فهد اخوي طبعا قاعد يلعب من اسابيع ما شاء الله. ما شاء الله عليه. اهم شيء انا قدامي صحن البخاري وطالعه ويطالعني. اوه مالتي بول عندي. اوه هذه ممتازه مالتي بول هذه. حتى مالتي بول يعني واحد يكون عنده ثلاث كرات بنفس الوقت، يمدي يدب التدبيب مو صاحي. ايه كومبوات. توك 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 كذا. لا تعطيه فرصه حتى يصدق. ايوه كفو. وانا اخذت كورة مالتي بول حقتك واحدة، ما اخذت ثانية. الأولى ودعت خلاص. تمام. نشوف الثانية. كفو مدير تعالي. كبير، مدير كبير. يلا أنا وياك يا مدير صغير. أنا جيت بضرب ذا خذها دمج. يعني أوكي درينا إنك مهاجم. يا أخي يا عنا وخر عني، لا تصير كورة، خلي أخذ كورتي. نشبة.
ترى لما انا اطير ما ابغى ما ابغى معناته ان تسمع عندك الدامج اعلى ترى من ممكن تشيل تو هاف يعني ايش يعني ضربه واحده يموتون يس والله اي الكره تعال سير كوره هنجرب انا راضي يلا ودع ودع رميت واحده من لا اوه كفو جود تيم ورك طبعا هذه ارشادات يا ناس زي ما تشوفون ارشاداتك واحد من الاشياء الرهيبه في اللعبه ان التمويه بالضرب لان الصد يبغى له توقيت يعني اذا ما صديت بالوقت الصح ما تحسب الصده فلازم بعد ايش تموه احيانا انك قاعد ترمي عشان هو يصد غلط وتجي ضربتك اي كفو خدعت انا وتربك نعم جد كفو وين الثاني ضربنا ستريو والله ذول وين العرب نبيهم مره ثانيه ذول ورا الزعبه مره نوب ابراهيم كان جامد اللي تو ايه والله جلد 8 0 ول هذا زي ايه؟ مباراه المانيا وش اسمه والبرازيل اي لا ديك مو صفر على هاي يا رجال في لاعب واقف مكانه اتوقع بترك اليد ومشى خلاص فقد الامل هو ايه؟ من التيم ورك اللي شاف اي هذا خندقه طاح بعد جود جاب هو من شاف التيم ورك حقي انا وفهد الفهدان اجتمعوا خلاص بقي واحد مسكين وين الخير هات 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 انا اعرف له هذا عندي عندي اخر يا مالتي بول والله نقدر الحظ هذا واحد حطيته في راسه يلا والله على الاقل تطوروا 10 1 اي واحد مات اللي ما يستحي ها انا من اللي مات فيكم انا 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 كنت بنقذه صراحه بعدين خانني خدعني الحلو في اللعبه ان فيها كروس بلاي الحين انا وفهد طالع عندنا شعار بلاي ستيشن فهد اخوي قاعد يدخل من البي سي هذا رهيب في اللعبه مره كروس بلاي مهما كان جهازك كل اللي عندهم اللعبه يلعبون مع بعض مره حلوه الحركه يلا يلا فهد لا تفشلنا كالعاده يا دمجر اوكي سمعت يا فهد اسمع يا فهد يا اخي الكلام ما كلام اخوك الكبير شوف طاح ما مدى لا تفشلنا طاح وين اللي طاح اكره الطيحات يا اخي شنو اللعبه بدون طيح جو تو ذا مون والله راح مسكين اعطوني كوره تدري بدخل البايب بروح محل النودلز اوف والله نزل لي عندهم العمر قوه خذوا مني الكوره هذا ليه واقف ذا فقد الامل مسكين الله خليته يقلع مره ثانيه في الجبهه ضربه القمر دبل كل ماني شايف احد الحين ما تشوفه منك قدامي اثنين يا نكبه يا نكبه يا نكبه يا فهد ليتس ليت يا الله انا يرفع ضغطي لما حد يمسكني كذا امسكه اخوك نكبه يا اخي لا ابدا لا تسوي الحركه دي معي ترفع ضغطي قل لي عطني انذار انذار ما فيه والله ما عنده اخوك على طول يا شيخ هو اللي قلت لي فقد امل بالحياه وينه؟ والله طلع يمشي بروح اسير معه افقد الامل هذا واحد خدعه عطناه ضربه ثنائيه اثنين مع بعض على الحفه صرت في على الحفه صرت وين مو مكتوب؟ ما ادري كذا بس تقدر تشوف لسه ما خلصنا صح باقي مو من صالحك مو من صالحك نشوف الاحصائيات لانه مبين قديش انا كنت متفوق عليك انا جايب العيد يلا بسيطة أهم شيء نتيجة الفريق يا شباب إحنا فريق مو أفراد صح يعطيكم العافية على المتابعة طبعاً لا تنسون في 10 فايزين معنا باللعبة اترك تعليق حط لايك على الفيديو وبتدخل السحب مباشرة إن شاء الله وبنعلن عنه في اليوتيوب نفسه إن شاء الله بإذن الله يعطيكم العافية على المتابعة يا شباب وهذه كانت Knockout City مع السلامة مع السلامة يعطيكم العافية العافية